موسيماني بيعقد جلسة مع لاعبي النادي الأهلي، جلسة متبعة الحقيقة. دايما بيتسو موسيماني بيعمل جلسة مع اللاعبين سواء في الملعب أو حتى في الأوتيل. في الملعب بيتكلم على بعض الأمور الفنية، في الأوتيل طبعا بيوريهم، يقول لهم ايه نقاط القوه، نقاط الضعف، ايه اللي بيحصل، الدنيا هتمشي ازاي. زي ما حضراتكم شايفين استاد رائع، استاد جميل، استاد برج العرب. النهارده كانت التمرينه الاخيره للفريق اللي ان شاء الله ان شاء الله بكره في تمام الساعه 7 تنطلق مباراه السوبر المحلي النادي الاهلي ضد نادي طلائع الجيش. ايضا الاهلي بيختتم استعداداته قبل مواجهه الطلائع على لقب السوبر المحلي زي ما حضراتكم عارفين. وخلال شاشه قناه النادي الاهلي النهارده طوال النهار كل استعدادات الفريق، تحرك الفريق، غدا الفريق. الحمد لله قناه النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله يعني عامله شغل رائع جدا جدا في نقل كل الكواليس المتاح ان احنا ننقلها للجمهور، المتاح ان احنا ننقلها للجمهور. وفي ده احنا دايما بنبقى في ظهر نادينا على حسب تعليمات الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ. الحته دي ممكن تتعمل، الحته دي لا، الحته دي كذا كذا كذا، كل حاجه الحمد لله ماشيه في تعاون رائع وكبير جدا ما بين نادي الاهلي او كابتن سيد عبد الحفيظ والقناه.